وتواصل مملكة البحرين جهودها في تصدي لفيروس كورونا حيث أسهمت القرارات الأخيرة الصادرة عن الفريق الوطني الطبي في خفض أعداد الحالات القائمة بشكل ملحوظ سعيا لتسطيح المنحنى بمواصلة الإجراءات الاحترازية جهود وطنية حثيثة تواصل مملكة البحرين بذلها بأيدي أبنائها في سبيل التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره وحتى يومنا هذا، حيث شهدت لغه الارقام تقلبات عده برهنت على ما تمتلكه مملكه البحرين من قدرات وكفاءات تؤهلها لان تكون في مقدمه الدول التي تمتلك نظاما صحيا متطورا لمكافحه هذه الجائحه. الفريق الوطني الطبي الذي لم يالو جهدا في بذل كل ما لديه من امكانيات للتصدي لفيروس كورونا، ها هو يثبت اليوم بالارقام الفارق الكبير في أعداد الحالات القائمة للفيروس لا سيما بعد إصدار القرارات الأخيرة والتي ساعدت بشكل ملحوظ في خفض هذه الأعداد في أقل من أسبوعين بعد أن وصلت إلى ما يقارب 3274 حالة قبل تنفيذ قرارات الفريق الطبي لتبلغ اليوم 1522 حالة وسط آمال بتسطيح المنحنى مع مواصلة الالتزام المجتمعي. هذا وتستمر الحالات في الانخفاض بفضل تكاتف المجتمع البحريني مع الجهات المختصة باتباع كل ما يلزم من اجراءات احترازية وتعليمات صادرة من الفريق الوطني الطبي اضافة الى ما شهدناه مؤخرا من رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم الى 31 الف جرعة من خلال 31 مركزا موزعا على كافة مناطق البحرين ما اسهم في تقليل مدة الانتظار لاخذ التطعيم حيث تتراوح بين يوم الى خمسه ايام كحد اقصى لمختلف التطعيمات ونتج عن ذلك ان تخطت مملكه البحرين حاجز المليون شخص من متلقي الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لكورونا منذ انطلاق الحمله الوطنيه للتطعيم. جهود واضحه تبذلها الصفوف الاماميه تساوي الليل بالنهار. من اجل صحه وسلامه كل مواطن ومقيم على ارض المملكه تمخض عنها ارقاما صعبه تسجل في تاريخ مملكه البحرين الصحي